السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا غادي نشارك معكم واحد التورته اللي عدلت لوليداتي. كما كتشوفوا كتجي بحال الشجره مقطعه. ومهم انا نقطعكم هنايا نوريكم في الاول كيفاش عامله من الداخل، كيفاش كتشوفوا كتجي هي ملويه كامله. المهم طريقه سهله خصك تعرفها وصافي. كتبان هاد كان في الاول يعني اول مره كنجربها، ويعني ماشي صعيبه، كتبان صعيبه ولكن ماشي صعيبه. المهم نشارك معكم ان شاء الله الطريقه، وكنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم وتتابعوا معايا الفيديو الاخير. وكنشكركم دائما على كنشكركم على التعليقات اللي كتخليو لي وعلى المشاركه ديالكم في القناه ديالي. شكرا بزاف بزاف. كما كتشوفوا جات غزاله، جات رطبه ومذاق القهوه والكراميل جاو غزالي مع بعضيتهم. ان شاء الله ندخل دابا المقادير. عندي هنايا 4 صفار د البيضات مع 25 غرام د السكر اللي غنخلطو مع بعضيتهم، وهنايا ديك بياض د البيضات 4 تا هما مع 65 غرام د السكر، 75 غرام د الدقيق، هنايا واحد ساشي د فانيلا، وربع مغروفه صغيره د خميره الحلوى. هي الربع، هنايا عندي ربع كاس د الزيت، ربع د الكاس، وربع كاس د الحليب. المهم مقادير بسيطة ويعني وصغيرة، ولكن هذه تخرجنا ديك زعما اللي غنحتاجو. خلطنا أول حاجة، خلطنا الحليب مع الزيت. غادي نضربو أول حاجة، غادي نضربو هاد 4 صفار د البيضات مع ديك 25 غرام د السكر أو فانيلا. غادي نضربو مناهير هايدا بيدي وصافي، مي شتيتو ماشي بزاف. صافي ضربناها واحد شتيتو، غادي نزيدو ديك الحليب والزيت وحنا كنحركو. وصافي غنضيفو دابا الدقيق اللي زيدتلو شوية د الملاح، واحد رشة د الملاح، وطبعا مغربل سبق لي راه غربرتو، والخميره ديك ربع د الخميره، ربع مغرفه صغيره د الخميره د الحلوى. يعني ما خصناش يتنفخ يعني ديك الخميره وصافي شتيت وصافي. غادي نخلطوهم مع بعضيتهم مزيان، وصافي دابا غادي نقوزو نعملو ديك شنو اسمو ميرينغي ديالنا. هنايا دابا الخلاط كرابي، حتى الميرينغ نتوما عارفين كيتعطل كيتضرب، تقدر تعملو بيدك شنو ياخد الوقت اطول. صافي خلطت ديك ابيض البياض مع السكر وشويه د رشه د الملح، وغادي نخليهم تضرب مزيان حتى ديك طلعنا الميرينغ ديالنا. صافي كيرجع بهاد الطريقه هادي كما كتشوفوا كيشبع مزيان. صافي دابا غادي نبقاو ناخذو شتيتو بشتيتو، وحنا كنخلطو مع ديك الخليط صفار د البيضات والدقيق. انا هنايا زربت في فيديو شتيتو على حسب طويل جا بزاف، حيت الكيك فيه بزاف المراحل، ولكن خصك بشتيتو يعني تدخل ديك ابيض البيض مع الخليط اخر بشتيتو بشتيتو، وكتعمل في نفس الاتجاه، فمن تحت من فوق وفي نفس الاتجاه، باش كيجينا كريكه ديال كريكه كيكه ديال واش كتجينا كيكه ديالنا مزيونه، او الجينواز اي ثينك يقولوا الجينواز. وصافي نبقاو مستمرين معاه حتى كنساليو. عندي هنايا هذا الموديل اللي عندي داخل، عندي 30 على 40 سنتيمتر القياس ديالو، وعندي ضروري تعملوا ديك الورق د المطبخ فوق فيه حيت باش ما يلصقش. وصافي غادي نعوضو مزيان هيدا يعني باش يكون قد بعطيتو الجهات. وصافي وغادي ندخلو الفران 170 درجه، هي هيداك شي 10 دقائق حتى 15 دقيقه. المهم عمل بالك معاه وصافي، على حسب كل واحد والفران ديالو. ما خصو يعني يتحمر شتيتو صافي. انا حاولت زعما ديك الحاجات يعني نزرب فيديو شتيتو، ولكن هيداك وجا طويل
كيما قلت لكم المراحل فيها بزاف هذا الكيك واخا زربتو هيداك شو طول شتيتو. المهم كنتمنى تشاهدوا معايا الفيديو الاخر. صافي دابا هنعمل هنايا الكاناش. عندي تما شوكولات، دي 40 مل د كريمة الخفق و 60 غرام د الشوكولاتة. عمل شوكولات سوداء، اذا بغيتي تعمل شوكولات د الحليب تقدر تعملو. صافي وخلطت تما واحد شتيتو د قهوة سريعة الذوبان وعملت ديك النكهة د القهوة تا هي. كي الجنواز ديالي هاهو كيفاش كتشوفوه كيفاش جا. انا زولتو وطلق عملتو هنايا فوق واحد كاري د طبخ، وغادي ندخلو دابا الميكرون باش نعمل باش يدوب لي ديك كريمه مع الشوكولات. كما كتشوفوا هذا صافي هو، حيت غنعمل واحد الطبقه خفيفه د شنو اسمو د غاناش. سو يعني صافي غادي نخليو ديك غاناش ديالنا جانبا. دابا غنكوزو نعملو كريمه. انا عملت هنايا عندي 250 غرام د الزبده اللي هي في حراره المطبخ، وغادي نزيد لها هاد الكراميل. هذا اللي كنشري انا كراميل د نيسلي، وإذا قدرت تعدلو في الدار إذا خصك تعدلو راسك، ولكن أنا كنشري هذا كيجي لي ساهل. غادي نخليو الزبدة ضروري خصها تضرب على الأقل شي 8 10 دقايق حتى كيتبدل لك الكولور ديالها. غادي نزيد لها هنايا فانيلا 10 ساعات هي مزيان، وغادي نضيف كراميل على حسب الذوق ديالك. أنا غادي نضيف واحد الكمية ومن بعد كنخلط وكندوق الكريمة ديالي وكنشوفها مذاق لي خصني أنا. كتعمل على حسب الذوق اللي خصك تما. ما عملتي السكر مره، يعني كراميلته ما عارفين حلو مع غاناش مع هذيك، سو قلت ما نزيدش حتى السكر عاد الوايز غيجي حلو بزاف. وصافي بقيت كنضيف حتى وصل يعني توصلت القوام اللي خصني انا. وصافي هي الكريمه ديالي واجده، جات غزاله بزاف والله الا جات واعره بزاف. اللي كيعجبو الكراميل بزاف مزيونه، ومع الكراميل مع قهوه كيجي مذاق واعر. صافي هنايا عندي الجنواز ديالي، هذه كما كتشوفوا هذه نقطع له الجوانب. باش يجينا معوض. غادي نفزقو مهان سريع التقطيع، وغادي نفزقو بالسيرو د القهوه اللي عملت له، يعني عملت واحد السكر شويه السكر وشويه قهوه سريعه الذوبان مع شويه الماء، وعملتهم على العافيه على النار شي 10 دقائق هكاك باش كيغلاو شديت مع بعضيتهم. وصافي دابا هنايا هنقيس، هاني نقطع انا هاد الجنوات تاعي نقطعو على 5، كل وحده فيها كل يعني كل صف يكون فيه 6 سنتيم. هنايا كان يعني كنشوفو صافي باش نقدر نقطعو مع يعني قد بعطيتهم باش يجيو قد بعطيتهم. وصافي وكنكوز عليهم كنرشمو من فوقي وكنكوز عليهم بالموس. كنقطعهم كيما قلت لكم على 5 على الطاولة ديالو، وكل واحد فيه 6 سنتيم. صافي دابا غادي نكوز نفزقو كيما قلت لكم هذا السيرو. هذا عملت الماء والسكر وقهوه سريعه الذوبان وخليتهم يغلى شتيتو في النار. وصافي دابا غادي نكوز على الجينواز كامل، غادي نفزقو كامل بهاد السيرو هذا. دابا غادي ناخدو هاد شنو اسمو الشوكولاتة ديالنا د غاناش. كيف بقيت تنسى لي ما عرفتش شنو واقع لي، كيتنسى لي غاناش من ذوقي. كيما قلت لكم انا عملو واحد يعني طبقه خفيفه بزاف، كيما جات حدو قدو جات هي هذيك كتجي رقيقه بزاف، يعني حيت كيما عارفين هذا هالويو هنايا الكيكه هذه هالويوها، وكخصها يجي كريمه والجينواز يعني في كامل فيه، ماشي ما نخليوش شي متعه بلا بيهم.
واذا عملنا بزاف د الكريمه والجينوا وكناش ما يخرج لنا ساعاتك وهتجي مخرقه كامله، هتجي صعيبه باش نلويها. الكريمه حتى هي هادي نعمل واحد الطبقه خفيفه ماشي بزاف، هي الطبقه رقيقه حتى هي، هادي نغطيوها كامله. تقدر تعمل فليفرز اخرين طبعا، تقدر تعمل يعني اي مذاق بغيتي، ماشي ضروري هذا يعني كغايدنس وصافي يعني. المهم نتوما كتختاروا راسكم مذاق، تقدروا تعملوا مذاقات اخرين، كل واحد من مذاق كيعجبو. تقدر تعمرها مثلا بقرقاع بالنوا حتى هي تجي مزيونه وصافي. كما قلت لكم نعمل واحد الطبقه خفيفه، ما تعمروهاش بزاف بكريمه كريمه ولا الكناش، يعني طبقه رقيقه وصافي باش ملي كنلويوها ما تعذبناش في التلوي ديالها. الصباغ قطعنا يعني كما شفتوني الصباغ قطعت الزينواس، وهاجي لي دابا سهل باش نستعملو. دابا غادي ناخذ الصف الاولاني وهادي نلويوه، هادي اللي لويوه حتى الاخر كما كتشوفوا الطريقه في الفيديو. وهادي نمشيو للثانيه، وهادي نبداو عاوتاني من موطع التقطيعه الاولانيه، وهادي ندقو يعني هنقول هادي ندورو فوق الثانيه عاوتاني كما كتشوفوا في الفيديو. كنتمنى يكون واضح يعني الحاشيه الاولانيه كنعملوها مع الحاشيه الثانيه وصافي، وكنلويوها عاوتاني. دابا غادي نوقفوا يعني في هذيك، غادي نجيب الطبسيل اللي غادي نعمل فيه، وقفته في الوسط عملت له يعني في الطبسيل. ودابا غادي نبقى نكمل يعني هذوك اللي باقي لي، غادي نبقى نجيب كل وحده وندورها على الاخرى كما كتشوفوا. وهادي نبدا دائما من التقطيعه الاولانيه، هادي حنا ماشيين الرابعه الثانيه الثالثه الرابعه تاع الخامسه الثالثه لي والخامسه وحنا ماشيين. اذا بغيتو طبعا يجي لك كيك يعني بتلويات كثار وكبير على هذا، كتستعمل يعني هاد المقادير اللي عملت انا، وهاد الجينوات هذا كتعملو بالدوبل، كلشي دوبل وصافي كلشي مدوبل صافي. دابا غادي نعوض شتيتو هيدا ديك الوسط ديالو باش زعما يكونوا فحال التلويات مع بعضيتهم. هادي ناخذ هاد البلاستيك، المهم هادي كنت عملتها بغيت نوري لكم وصافي. كتمشي من الوسط وانتي ماشا كدور عليه بديك هاد السباتولا هادي ولا ديك اي حاجه، وكتبقى تدور عليه باش كيجي ديك كريمه مع ديك الكناش، كيجيو فحال لي جوج كولوريس وفحال حلزون. انتي ماشا كتسالي كلشي، هادي بغيت نوريها لكم وصافي. المهم هاد البلاستيك هذا كنلويوه عليه مزيان وكنشبروها بشي لصاق ولا شي حاجه، وهادي نعملوه في النبيره واحد تيشبى راسو شتيتو واحد يعني على حسب الوقت ديالك، بغيتي تخليه واحد المده طويله خليه، ولكن المهم على الاقل واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه باش يشبى راسو مزيان. هو هذا اللي كنت كنستعملو انا، كشريته من شين. صافي دابا غادي نعمل ذوبت انايا واحد 100 غرام د الشوكولات. الكريمه اللي بقات لي هو هذا عملت له 70% د الكاكاو ذوبته، وغادي نخلطو مع ديك الكريمه اللي بقات لي هي باش يتبدل الكولور ديالو، باش نغطيوه من برا باش كتجي بحال الكولور د الشجره من برا، يعني بحال الشجره يعني الكولور ديالها كيكون غامق وصافي. انا بغيت نعمل شوكولات اسود يعني اللي فيه 70% د الكاكاو باش على حسب الحلاوه وداكشي. اذا بغيتي طبعا تستعمل الشوكولاته اخرى تقدر تستعملو وصافي. خلطتهم مزيان مع بعضيتهم، غادي نخدمو هي شتيتو بماكينه هي شتيتو صافي. هي شتيتو كيما قلت لكم بالماكينه هي هذه اليد صافي. حتى هذه جات المذاق ديالها مزيون هيدا بالشوكولاط وصافي. دابا غادي نغطيو الكريمه ديالنا، غادي نجوزو على ديك يعني ديك المتاع اللي باين ماشي في الوسط، الوسط لا ما غطيوهش حيتاش كتجينا بحال كيما قلت لكم شجره مقطعه، سو كيبان لها ديك الوسط ديالها هيداك.
وهادي نجوزوها على الجوانب كامل، وهادي نعملو واحد الطبقة غليظة شتيتو كما كتشوفوا. الكريمة كتدهن بكل سهولة، وزعما الاستعمال ديالها سهل بزاف، ما كتعذبش شي مرة. وهادي نبقى ماشية معاها، يعني هادي نعمل واحد الطبقة غليظة شتيتو كما قلتكم، وهادي نخلي من فوقي، انا غنوري لكم يعني نخليها بطريقة عشوائية. هادي نعوض هنايا شتيتو صافي، باش نخلي ديك المقاطع يعني كتبان بحال الشجرة مقطعة. ثم هادي تكون شي بيرفيكتو، ما تكونش زعما بيرفيكت يعني، فهمتوا؟ ما تبقى واحد مقطعة لا واحد مقطعة هواد اصلا ماشي ضروري تكون يعني معوض مزيان. انا اصلا خليته هيداك واحد مقطع هود واحد مقطع طالع. صافي كما كتشوفوا هيداك كيبان لكم، كنتمنى يكون كيبان لكم. دابا هيدا واحد يعني واحد منشك، هادي نبقى نعمل خطوط بحال اللي كيكون في الشجره، يعني شجره كيكون فيها هذيك الخطوط، وهذيك شكل عشوائي. تينا كتعملهم الخطوط اللي بغيتي، بغيتي تعملهم طالعين نيشان تعملهم، بغيتو تعملهم معوجين نعملهم اللي بغيتي تينا. صافي صافي حتى كنوصلوا يعني الحاجات اللي خصنا حنايا. انا عندي هنايا للتزيين شريت هادو ما بحال الربيع شريتو هيدا، وفيهم هذا ديك رجل الثلجي، وهاد الحميمات هادو شريتهم حتى هما من ليدل، وعندي هنايا تما السكر كلاصي. المهم التزيين كيبقى على حسب الاختيار، كتقدر تعمل اللي بغيتي تينا. انا عملت تما يعني بحال الشجره، يعني بحال الجو د الشتاء د فصل الشتاء، عملت تما واحد جوج طويرات، وهادي نعمل ديك فحال الحجيرات عاملين فحال الربيع شتيتو، وفيهم واحد الفروته كتكون كتباع في الشتا بزاف، كيكونوا حمر شتيتوين. هادي نعملها تما في الوسط. المهم تقدر تعمل لينا اي تزيين بغيتي، هذا كاقتراح وصافي. صافي دابا غادي نعمل واحد الرشه د سكر كلاصي باش يجي زعما بحال بان الثلج كيطيح كما كتشوفوا زعما بحال الثلج زعما كيطيح، فهمتم الجو د الشتا. اي واحد الطبخه خفيفه وصافي، كيعطي لها منظر مزيون. صافي هادي هي التورته ديالنا، كنتمنى تكون نالت اعجاب ديالكم. صافي هذا هو الشكل ديال النهائي، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف على المشاهده، وشكرا بزاف على التفريجه ديالكم اللي قوزت معايا بفيديو. كنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.